مستعجل منايا واد اسبوع عاد السنه غنقي مع عاد غنتخمم بكايايا ولا مرمي غنكشال المسيره وتجيبوها مني لان غاريث ينزف هي شتماس وشتماس سنم بان النظام هي منايا منهجيروها قضيه التهجير من شبابنا باش هادي غيا يعني معادله ديالي يعني قضيه الديموغرافيا نعرف كاع تبدل تبدل خدم من دايس ومنايا هاقات مو منهج الشباب النغط فغند الطريقة ما مشيت مع ملاك عارف لأن ذاني ذيسن ربعة ذنوب ذان مثلا ما مش تصور القضية خصني استثمار داري واش تشبه الإمكانية ني يمكن حتى جديد ندين ضمني مثلا ندير غابة ذي خير ولكن دي عارف لا تقلنا سم العرق تشغد غاميتين معين يدن منيها قط مخطط خدم الناس بأن غارف وشايت غيمي شاغص يجنوا على الهوية ينس المجد المقاومة المهوة يعني كعارف كمجتمع مجتمع نخص ديك الناس يجني وايت غيمي وقضية تغيير ديموغرافي داريف وثانيتين او ندورة لان ثانيتين ضروري خاص نسيور ياش ما تسوش ثم ما يتوقع عند الشرق الاوسط تلقى نفس الموضوع غنشين بمستوى اخر قاريف بذاتي تزيقبات المقاومة مثلا الاستعمار ولا وراغ المتسلطين كأنظمة كنظام مثلا السلطوي ولكن قذرين ما مش قضان خارج التحالف الجهنمي الاستعماري اول حرب يعني من يستعمل الكيماويش طيارات يعني الطيارات جوجي شقبر ذي الحرب العالميه الاولى جناب عطا 1914 حتى 1918 فتينا يا دتيني اوروبي الكيماوي كنس المدافع جعل واختار عن شط طائرات اول ما يجين تجربه من يجين الاباده غيجن الشعب يجين ديارف وقيت تحالفين يتحالف يعني الفاشيه الاسبانيه اقل الفاشيه الفرنسيه ماريشال بيتان الفاشي الفرنسي اقل الجنرال فرانكو نفس الموضوع اتكرر من اماكن اخرى من يتوقع انه خدي غزه على مستوى اخر يعني قضيه الفاشيه ما مش الإبادة الشعوب دبدا زارف ماشي كيري في الخسانيه كذلك متضامن مع جميع الشعوب وبالاخص اش تمثلنا يجد جان مثلا دي غزة ما خاصني نتوقع ان كالمظالم الظلم ومقان المجتمع الدولي وبالاخص واجي المجتمع الدولي في الحقيقة الغربي يقول قينا دي أدس بالدن يعني وقف إطلاق النار رغم أن دي مجلس الأمن يندي المقترحات سواء روسيا او لا البرازيل باش تسبدن مثلا الحرب النووية ولكن وقت تسبدن ولكن غندور ان قضيه الاستعمار ما مشيت مع مالك يبدان الشين غنغدي المغرب صانيع على الاستعمار النظام الني قزريمي جات التطبيع يعني معاونك الظالمين التطبيع النيروخا نتمنى المطبعين منين وايت غيمي خميني وقع عندي غزة خص القضاء تطبيعني يعني خص المواطنين يعني وجه غريري في المانيما بين أذبدن قاعسا باش أذيني النظام الني يعني كخائن نظام المطبع يعني اللي يعتدي على الشعب الريفي وفي نفس الوقت على شعب الفلسطيني دي غزة لأن النظام المغربي غاص علاقات يعني عسكرية أمنية أك الصهاينة كان موجود انه غادي المغرب بقات ديني تطفل الاراضي تطفل الفلاحه يعني السيد فند بعد المواد من الفلاحه نسن قات داخل الفلاحه المغرب لان قضيه الزارعه ما ياقتيش من المهم في دقه نهار مرض خسم مع السفت كمي غنقمار ما راح يشتمسوش ما داون الهم ما ياقت استوى المجتمع باش نراح نسيور المستقبل نعرف النخ المستقبل ما يتوقع عندي عارف النخ تحالفات النظام المغربي العامل صانع الاستعمار منعنا التحالفات انسجدك باش هذي قضاء خانك لأن خميس سوى انتخلك النور قضي مديني بسط الانفصاليين وهو في الحقيقة النظام اللي جان منفصل الشعب خلوه موم الشعب النظام اللي الطبقة اللي العصابة اللي ديني حكمن يني انفصلوا على الشعب ناخد من المصالح نسند المصالح الأسياد هم جان الغربيين